نبدأ هذه الفترة الإخبارية بآخر التطورات والأخبار العاجلة التي ترد للتو، نقلا عن مراسل التلفزيون العربي الذي يفيد بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف من جنوب قطاع غزة. وأيضا مراسل العربي يقول بأن القبة الحديدية تم تفعيلها في إصبع الجليل بعد دوي صفارات الإنذار في 3 مواقع. إذن إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف قادمة من جنوب قطاع غزة، وهذه الصور التي نتابعها من نهاريا وأيضا من جنوب قطاع غزة. صفارات الإنذار إذن تدوي في 5 مناطق الآن بغلاف قطاع غزة، مع استمرار القصف على ما يبدو وتفعيل القبة الحديدية في مناطق غلاف غزة بحسب المعلومات الأولية التي ترد حتى اللحظة. قوات الاحتلال الإسرائيلي إذن تفعل منظومة القبة الحديدية للتصدي لرشقة صاروخية بحسب المعلومات الأولية خرجت من جنوب القطاع باتجاه مناطق الغلاف. في هذه الصور التي نشاهدها، هذه الصور الأولية التي تظهر القصف على ما يبدو من منطقة جنوب غزة وأيضا من نهاريا. نذهب مباشرة إلى القدس، ينضم إلي مراسل العربي أحمد جرادات. أحمد، التفاصيل ما تزال ربما قليلة بخصوص هذا القصف، يعني هل هنالك أي معلومات وردت من الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن صفارات الإنذار دوت في 5 مواقع في إصبع الجليل؟ يعني بالفعل دوت صفارات الإنذار في 5 مناطق تحديدا في محيط قطاع غزة، قبالة خان يونس ودير البلح. هذه المناطق تقع في غلاف غزة، ويعني الاعتقاد بأنها بفعل إطلاق صواريخ. سمعت أصوات انفجارات يعتقد بأنها بسبب تصدي القبة الحديدية لبعض من هذه الصواريخ، ولكن حتى اللحظة زاهر ليس واضحا بعد، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يتحدث فيه عما جرى في غلاف غزة. لافت في الأيام الماضية عودة عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، إن كان نحو الغلاف أو نحو مناطق أوسع نوعا ما، نحو أسدود أو غانيفنا أو غيرها من المناطق في السهل الداخلي وكريات ملاخي. وهذا يعني أنه على الرغم من انخفاض هذه الصواريخ وحدة عمليات الإطلاق من قطاع غزة في الفترة الأخيرة، إلا أن لدى الفصائل الفلسطينية في داخل القطاع مخزون نوعا ما من القذائف الذي يسمح لها بإطلاق الصواريخ بين الحين والآخر. ربما لا نشهد بنفس كثافة الصواريخ التي أطلقت في بداية هذه المواجهة بعد 7 أكتوبر، ولكن على الأقل عودة هذه الصواريخ وإطلاقها من قطاع غزة بعد عملية عسكرية واسعة النطاق في شمالي القطاع وعودة لأكثر من موقع ونقطة، إن كان في مدينة غزة أو في جباليا أكثر من مرة. وفي خان يونس يعني في الفترة الماضية أنهى الجيش الإسرائيلي اجتياحا ثانيا توغلا ثانيا لمنطقة خان يونس، وأيضا تواجد القوات الإسرائيلية في منطقة رفح وعليه رغم كل هذه الإجراءات والعملية العسكرية، إلا أنه بين الحين والآخر تطلق هذه القذائف الصاروخية نحو الغلاف ونحو عسقلان وأسدود والسهل الداخلي. نعم.